بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب الصيام. وكنا قد افتتحنا الكلام في المرة السابقة بقوله باب الاعتكاف، ذكر أبو داود رحمه الله بعد الانتهاء من ذكر هذه التراجم المتعلقة بالصيام، وأيضا يستفاد منها هذه الأحكام المتعلقة بهذه العبادة، شرع بعد ذلك في الكلام عن الاعتكاف، وبينا أنه دوما نجد أن العلماء يذكرون الاعتكاف دوما تحت كتاب الصيام، على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، وبالتالي كانوا يذكرون دوما الاعتكاف كعبادة تحت كتاب الصوم. وبينا أن الاعتكاف ليس من شروط الصوم، ليس من شروط الاعتكاف أو من شروط صحة الاعتكاف، هو أن الاعتكاف أن يكون مقرونا بالصوم. هذه أفضل أداة بيؤدي الإنسان أن الاعتكاف يكون مقرونا بالصيام، لكنه ليس بشرط صحة، ليس بشرط صحة، حيث جاز وصح الاعتكاف من المفطر، صح الاعتكاف من المفطر. وكما بينا أيضا كلام العلماء أن الإنسان يستطيع أن يكتسب من خلال النية هذا الثواب الجزيل، أن يعتكف في مسجده إن مكث فوق هذه الصلاة، قلنا لو أدى الصلاة ثم مكث في محله يبقى عند ذلك بينتوي الاعتكاف، قلنا لأن الاعتكاف هو عبارة عن حبس النفس، عبارة عن حبس النفس في مكان مخصوص ألا هو المسجد، فبيمكث ويلازم المسجد، فإن لازم المسجد عند ذلك كان مستجمعا لهذه النية حتى يثاب من خلال هذه اللحظات التي نقضيها في طاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك بينا أن كلام الإمام النووي رحمه الله قال ينبغي لكل جالس في المسجد لانتظار صلاة أو لشغل آخر من آخرة أو دنيا أن ينوي الاعتكاف، فيحسب له ويثاب عليه ما لم يخرج من المسجد. يبقى كما بين كده، وذكرنا أن النية هي تجارة الفقهاء، النية هي تجارة الفقهاء، قلنا هو عمل واحد ولكن يستطيع أن يستجمع أكثر من نية فيثاب على حسب عدد النيات التي ينتويها من خلال هذا الأداء. لحظات بيقضيها الإنسان في المسجد، ولكن لو انتوى فيها اعتكافا، قلنا على الرغم أنه بيجلس مثلا لمجلس علم، يجلس لمجلس علم، ومجلس العلم له ذلك الثواب الجزيل كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكر الله في من عنده، قلنا ده مجلس كله رحمات، ولكن مع ذلك أيضا تستطيع أن تنتوي تكثير سواد أهل الطاعة، تكثير سواد أهل الطاعة، وكذلك تستطيع أن تنتوي بذلك اعتكافا. يبقى مجرد إنسان بيمكث في المسجد ويلازم المسجد بننتوي الاعتكاف، تثاب على تلك النية، قلنا تثاب على نية أنك تريد تكثير سواد أهل الطاعة، يبقى هذه نية أيضا يثاب عليها الإنسان، حضور مجلس علم هذه نية يثاب عليها الإنسان، وهكذا. يبقى كل دي نوايا نستطيع أن نستجمعها في العمل الواحد، ويثاب الإنسان على حسب عدد تلك النيات، منها نية الاعتكاف كما ينبه على ذلك الإمام النووي رحمه الله. ذكرنا الروايات التي ذكرها المصنف تحت هذه الترجمة، فكانت الرواية الأولى رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله، دي سنة مؤكدة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلازم على فعل تلك السنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلازم على فعل تلك السنة حتى قبضه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، وأن هذه السنة لم تنقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نجد أن أزواج النبي
صلى الله عليه وسلم كنا يعتكفنا من بعد، قلنا من بعد موته. أيضا هذه السنة كان الصحابة رضي الله عنهم يواصلون هذه السنة التي تعلموها من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في كل عام حتى قبضه الله. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما، فلما كان في العام المقبل اعتكف 20 ليلة. ونبي على ذلك قضاء الاعتكاف، قضاء الاعتكاف. وبينا كما قال الإمام الخطابي رحمه الله فيه من الفقه أن النوافل المعتادة تقضى إذا فاتت كما تقضى الفرائض. يبقى دي نافلة معتادة، قلنا معنى ذلك أن الإنسان يواظب على فعلها، النافلة المعتادة والتي يواظب الإنسان على فعلها، فإن انقطع عنها لشاغل أو لعارض من العوارض يبقى جاز له أن يقوم بقضاء تلك الفائتة. وبينا المسألة في قصة أم سلمة رضي الله عنها لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي سنة الظهر البعدية بعد العصر، قلنا لأنه قد انشغل باستقبال ذلك الوفد فشغل عن صلاة ركعتي سنة الظهر البعدية فما صلاها إلا بعد العصر، فهذه أيضا كانت قضاء فائتة. وبينا أيضا كلام عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه شيء فانشغل عن قيام الليل فعند ذلك كان يصلي 12 ركعة بالنهار. يبقى قضاء النوافل المعتادة، أن النوافل المعتادة معناها أن الإنسان كان يواظب على تلك النافلة ولكن انشغل عنها لعارض من العوارض، عند ذلك جاز له أن يقضي تلك النافلة الفائتة كما يقضي الفريضة الفائتة. فلذلك كما قال أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما، قلنا لعارض، فلما كان في العام المقبل اعتكف 20 ليلة، يبقى تعويضا للعام السابق، وكذلك أدى اعتكاف العام الحالي. أيضا ذكر رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفا. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفا. لما ذكرنا هذه المسألة قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجر يوم 20، ولكن الصح في ذلك أو التوجيه الصحيح في ذلك أنه كان يصلي صلاة الفجر في اليوم 21، ولكن كان بيدخل قبل غروب ليلة 20، قبل غروب ليلة 21، يبقى كان بيدخل الاعتكاف قبل غروب ليلة 21 قبل دخولها، ولكن ما كان يدخل إلى المعتكف، وأن المعتكف اللي هو الخباء الذي كان يقوم بضرب في المسجد، كان يضرب له القباء في المسجد، فكان يدخل في ذلك القباء أو الخباء بعد صلاة فجر 21، فجر 21 كان يدخل إلى المعتكف. إحنا قلنا أنه لما كان بيصلي فجر 20 كان يدخل المعتكف، ولكن الصح في ذلك أنه كان بيدخل المعتكف بعد صلاة فجر 21، ولكن ليس معنى ذلك أنه كان بيعتكف من تلك اللحظة، ولكن كان يعتكف ويدخل إلى الاعتكاف في قبل غروب الشمس على ليلة، قبل دخول ليلة 21، يبقى قبل دخول ليلة 21 يبقى عند ذلك كان بيدخل للاعتكاف كما بينا حتى يعتكف العشرة بأكملها. قالت أيضا عائشة أنه أراد مرة أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، قالت فأمر ببناية فضربا، فلما رأيت ذلك أمرت ببناية فضربا. عائشة بتحكي لنا رضي الله عنها كيف أنها كانت تعتكف وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كيف كنا يعتكفن مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام. قال أنها أراد مرة أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، قالت فأمر ببناية فضرب، يبقى خيمة كده ضربت، فلما رأيت ذلك أمرت ببناية فضرب. قالت وأمر غير من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ببناية فضرب. يبقى نجد أن الزوجة عائشة رضي الله عنها وأرضاها ضربت ذلك البناء خيمة لها، وبعد ذلك أيضا أمر غير عائشة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بضرب ذلك البناء. قال فلما صلى الفجر نظر إلى ابنية، لما صلى الفجر كده نظر إلى ابنية فقال ما هذه البر تردنا؟ قالت فأمر ببناء فقوت
وأمر أزواجه بأبنيتهن فقودت، ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول يعني من شوال. لما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الزوجات لم يقصدن بذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن ما قصدنا بذلك إلا القرب من النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الغيرة دفعت المرأة إلى ذلك، والمرأة أساسا مجبولة على الغيرة، يعني الغيرة ده أمر مجبولة عليه المرأة، لذلك بتعذر المرأة بغيرتها كما عذر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. معلوم أن عائشة رضي الله عنها لما ضربت يد الخادم حتى وقع من يد الطعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة غارت أمكم، والنبي يلتمس لها العذر، يعني التمس لها العذر عند الصحابة رضي الله عنها. فنقول الغيرة ده أمر مجبول عليه المرأة، فنجد أن عائشة رضي الله عنها لما رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له ذلك أو ضرب له ذلك البناء أيضا أمرت بناءه فضرب. ثم أيضا أمر غير عائشة رضي الله عنها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ببناء أيضا فضرب. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر رأى هذه الأبنية، أبنية الزوجات، فعند ذلك قال فقال ما هذه البر تردنا، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنهن لما ضربنا ذلك الأبنية لم يقصدن بها القربة من الله تبارك وتعالى، قلنا دي طاعات لا تصرف إلا إلى الله تعالى، الطاعة دي لا تصرف إلا إلى الله تبارك وتعالى. وهنا أيضا بنرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الزوج لابد أن يكون مستقرئا من حال الزوجة، الزوج ده لازم يستقرئ من حال المرأة، قد تفعل هذه الفعل هي في طاعة في ظاهرها، ولكن ما قصدت بها الطاعة، ولكن ما قصدت بها الطاعة. فالرجل يسعى إلى تصحيح نية المرأة، الرجل يسعى إلى تصحيح نية المرأة. قلنا المرأة قد تفعل ذلك من باب القربة إلى الزوجة غير ذلك، نقول الطاعة لابد أن تصرف إلى الله تبارك وتعالى، الطاعة لابد أن تصرف إلى الله تبارك وتعالى. لا يصلح أن احنا أساسا نتكسب أمر دنيا من خلال الطاعات، ولكن هذه طاعة قربة إلى الله تبارك وتعالى، فلابد أن تكون الوجهة خالصة إلى الله تبارك وتعالى. وأن الزوج لابد أن يكون حريصا على نية المرأة في أداء العبادات، وأن الرجل لابد أن يكون مستقرئا من حال المرأة كما بينا قبل ذلك، وكما ذكر ابن حجر رحمه الله في مسألة استقراء الرجل لحال المرأة، قلنا يعني معنى كده أن الزوج نظره ما ينصرفش عن امرأته، وبالتالي يستطيع أنه يكون مستقرئا من حالها سواء كان من أقوالها أو من أفعالها، قلنا حتى يكون التوجيه والإرشاد والإصلاح. قلنا ممكن يبقى صورة صورة طاعات لكن لم تقصد بها الطاعة، ما قصدت بها إلا يعني كميل قلب الزوج أو غير ذلك. نقول يعني ننتبه أن احنا بنسعى إلى تصحيح نية المرأة، والرجل مسؤول عن ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذه الفعلة من زوجاته فعلم أنهن لم يقصدن بذلك القرب من الله تبارك وتعالى، لكن الغيرة دفعت المرأة إلى ذلك، وبالتالي ماذا فعل؟ فأمر بناء فقود، وأمر أزواجه بأبنيتهن فقودت، ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول يعني من شوال. قلنا لعل النبي صلى الله عليه وسلم لو أمر الزوجات أن يقمن برفع هذه الأبنية لعل المرأة قد ينكسر عندها قلبها على ذلك، قد ينكسر قلب المرأة عند ذلك، ولكن ماذا فعل؟ بدأ بنفسه، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وبعد ذلك قودت أبنية الزوجات، ثم اعتكف العشر الأول من شوال. قلنا دي طاعة، هذه الطاعة لن تفوت، وطاعة هيقضيها بعد ذلك، ولكن في هذه المسألة قلنا بيبقى درس عملي للزوجات، ويعلم أنه هو أيضا حتى يقوم بجبر يعني قلب المرأة، لأن ما فعل ذلك إلا من باب التقرب إلى زوجها، يفعل ذلك من باب التقرب إلى زوجها. ولكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الرجل لابد أن يكون حريصا على عبادات امرأته، لابد أن احنا الواحد يبقى حريص على عبادة امرأته، وأن يوجه المرأة للوجهة الصحيحة، وأن هي ما قصد بذلك إلا القربة، القربة من الزوج. ولكن عند ذلك ماذا فعل؟ قلنا لو امرها بنقد ذلك البناء لعلها يكون هناك انكسار في قلبها، قلنا امر زي ده ممكن احنا اساسا لا يفوت، هيقضيه بعد ذلك، فعند ذلك نجد انه راعى حال تلك المرأة، فبدأ بنفسه ثم امر ازواجه بابنتين فقويه، ثم اخر الاعتكاف العشر الاول من شوال. فلذلك الانسان لابد ان يعالج النية دوما، يعني الانسان محتاج ان يعالج النية دوما. قلنا في أحيان كثيرة بيندفع الإنسان لفعل الطاعة دون أن ينظر إلى النية،
قلنا مع ان احنا لما نيجي ننظر كده حال النية ننظر كده نقول الصلاة الصيام الصدقة، نقول كل العبادات ده هي مدخلها مدخل واحد، المدخل اساسا للقبول هو النية. يعني دايما نقول والله الصلاة دي صحيحة، احنا بنحكم على الصلاة صحيحة بايه؟ ان الاركان كلها تم استيفائها، وكذلك اتينا بشروط الصلاة ولم نأتي بناقض من نواقضها، اذا هذه صلاة صحيحة. نقول الله الصيام ده صحيح ليه؟ قلنا استوفينا الشروط وكذلك اقمنا هذه العبادة، قلنا على اساس استكملنا ابنية العبادة استكملنا الاركان ولم نأتي بناقض من نواقضها، نقول الصوم عند ذلك صحيح. وهذا نحكم على كل طاعه من الطاعات هذه صحيحه، نقول ده الكلام ده صحه العباده، قلنا حتى تبرئ بها الذمه. احنا بقى عايزين بعد كده الثواب اللي بيرتب عليها، لان احنا لم نقصد بفعل الصلاه هو براءه الذمه فقط، ولكن احنا بنسعى لاكتساب الثواب. يبقى سعي الانسان دايما الى اكتساب الحسنات والثواب، فعند ذلك نقول اول امر بنهتم به يبقى كيف نصحح العباده. صححنا العباده، تخيل كل العبادات دي تدخل من باب واحد، كل العبادات دي عشان نرتب عليها الثواب تدخل من باب واحد. فعشان احنا ننظر الى اهمية النية نجد ان النية ده هو العامل المشترك ما بين كل الطاعات، بل نقول ان الطاعات دي كلها صحيحة، ولكن نقول حتى يثاب على الانسان تدخل من باب واحد، الباب الواحد هو باب النية، وبالتالي لابد من علاج امر النية. قلنا لان نتخيل كده كل العبادات ده هي الثواب عليها مرتب على حسب نية الانسان حسب الوجهة. ممكن نفعل طاعة ولكن الطاعة لما فعلناها ما كانتش الوجه لله سبحانه وتعالى. ولذلك معلوم أن أبا هريرة رضي الله عنه وارضاه لما كان بيحكي قصة أول ثلاثة تصعر بيهم النار، كان أبو هريرة رضي الله عنه لا يقوى على الحكاية، كل ما يبدأ الحكاية يغشى عليه ثم يفيق ثم يغشى عليه ثم يفيق. قلنا من شدة ذلك الأمر أول ثلاثة تصعر بيهم النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عالم وتصدق وشهيد. قلنا دول جاءوا بأرقى الأعمال الصالحة، عالم وكان يعلم الناس وقول ده متصدق عنده مال، نقول ما من وجه من أوجه الخير إلا وضع فيه ذلك المال، شهيد جدى بنفسه، فدول أتوا بأرقى الأعمال الصالحة ولكن حيكبوا بسببها في النار. قلنا تخيل الأمر، قلنا الأمر مش محتاج إلى أي نوع من أنواع المقامرة والمغامرة، ده الأمر محتاج إلى تدقيق وندقق النظر دوما في المسائل القلبية. نتخيل كده كل أعمال الظاهر دي موقوفة على عمل القلب، عمل القلب عمل النية، النية دي من أعمال القلوب. فلذلك أول ثلاثة تصعر بهم النار، احنا بنتكلم كلام هذه الروايات دايما بنمر عليها مرورا، لكن ننظر إلى حال أبي هريرة رضي الله عنه لما كان بيحكي أو يقص هذا الحديث على التابعين أو على المستمعين بصفة عامة، ماذا يفعل؟ ما كانش بيقوى على حكاياتي، قلنا يغشى عليه ثم يفيق يغشى عليه ثم يفيق، لغاية لما يروي تلك الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا طبعا يعني وصف حال أبي هريرة رضي الله عنه، خاف على نفسه، يخاف على نفسه، يخاف على نفسه، هو يعلم الناس العلم ويبذل هذه الحديث التي تعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يخشى على نفسه أن يكون هو، أن يكون هو هو. فده كان حال الصحابة رضي الله عنه، كما قال الحسن البصري رحمه الله عن النفاق لا يخاف إلا المؤمن ولا يأمن إلا المنافق، منافق يأمن النفاق أما المؤمن يخاف على نفسه النفاق. قلنا ليه؟ لأنه عنده الموازين صحيحة. ولذلك نقول أن العلماء دايما كانوا يقولون أن أشد ما كانوا يعالجون من أمور كان أمر النية. قلنا ليه أمر النية؟ إحنا لو قلنا بنفقه كده كما يفقه الفقهاء نقول أن كل العبادات دي مدخلها من باب واحد هو باب النية، يبقى كل الثواب نقول الأجرة على العمل ده موقوف على حسب النية، وبالتالي لابد من التدقيق النظر دوما في القلب. قلنا لأن أي حواجز موجودة أي موانع لابد من إزالتها، دي هتمنع من وصول ذلك الثواب إلى الإنسان من خلال ما عمل أو فعل من تلك الطاعات. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تصحيح عبادة الزوجات. قلنا يبقى الإنسان كده يبقى عنده حرص، قلنا فعلوها الغيرة دفعت المرأة إلى ذلك، قلنا كان عشان تأخذ الحظوة من الزوج تقترب من الزوج، يبقى لكن نقول ينبغي ان احنا نجعل هذه العبادات لله سبحانه وتعالى. فعشان كده دايما الانسان لازم نعالج النية، ده عمل القلب، اخطر اعمال القلوب، هذا من اخطر اعمال القلوب، قلنا لان ده منفذ كل الاعمال من خلاله. فعشان كده لابد ان احنا ندقق النظر دوما في مسألة النية، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته.
ثم بعد ذلك بينتقل أبو داود رحمه الله لباب آخر وباب أين يكون الاعتكاف. الاعتكاف يا ترى يكون فين؟ يا ترى هل في مساجد معينة فقط لا نتعداها، ولا الاعتكاف في أي مسجد تقام فيه الجماعة حتى لو لم تقام في الجمعة، ولا تكون في المساجد التي تقام فيها الجمعة؟ هل المرأة يا ترى ممكن تعتكف في مسجد بيتها؟ هل يحتسب لها اعتكاف؟ ولا الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد اللي هو هذه المساجد التي بنيت من أجل العبادات؟ قال باب أين يكون الاعتكاف. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال نافع: قد أراني عبد الله المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد. وقال أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. كلم أين يكون الاعتكاف، يا ترى فين الاعتكاف؟ قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر أواخر رمضان. قال نافع مولى بن عمر: وقد أراني عبد الله، أي عبد الله بن عمر، المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد. قال يبقى الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. يبقى المسجد هو المحل المعين للاعتكاف، فلا يصح الاعتكاف إلا في المسجد، لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد. زي ما نيجي نقول كده لما يكون مجموعة اجتمعت كده على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى دروس العلم، نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. يبقى دي المسألة دي مقيدة اهي، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. طبعا لو اجتمعوا في غير ذلك ما لهم ثواب، لهم ثواب، لكن المسألة كما أرد كده: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسون. الاعتكاف هنا لا يصح أبدا إلا أن يكون في المسجد، ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، وطهر بيت للطائفين والعاكفين كما قال ربنا سبحانه. وكذلك هذا هو الحال، حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف في كل عام العشر الأواخر من رمضان، وما كان يعتكف إلا في المسجد، يضرب له الخباء في المسجد أو الخيمة في المسجد كما هو معلوم. فقال في ذلك الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه إنما اعتكفوا في المسجد مع المشقة في ملازمته. قال فلو جاز في البيت لفعلوه ولو مرة، لا سيما النساء، لأن حاجة النساء إليه في البيوت أكثر. يبقى نجد إن هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان اعتكاف المرأة في بيتها في مسجد بيتها يصح لأمر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه بذلك، ولكن لما قامت كل امرأة ببناء هذه الأبنية في المسجد وضرب لها خباء في المسجد، عند ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر نساءه أن يقمن بنقض تلك الأبنية. ولو كانت تصح في البيت يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم أرشد النساء إلى ذلك. يعني حتى لو نقول أن اعتكاف المرأة في مسجد بيتها يصح لكان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الأمر، وأن خاصة في هذه المسألة كما قالت عائشة، لأن تأخير بيان عن وقت الحاجة طبعا لا يجوز كما هو معلوم من القواعد التي يذكرها العلماء. فالاعتكاف لا يصح إلا يكون في المسجد، الاعتكاف لا يصح إلا أن يكون في المسجد. ولو صح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يا ترى أي مسجد يصح فيه الاعتكاف، ولا مسجد له شروط معينة؟ فنقول أن أي مسجد تقام فيه جماعة يصح فيه الاعتكاف حتى لو لم تقام فيه الجمعة. الأفضل كده أن احنا نختار مسجد تقام فيه الجمعة حتى لا يحتاج الإنسان فيه للخروج، حتى لا نحتاج إلى الخروج. لكن لو كان في مسجد تقام فيه جماعات جاهزة أن احنا نعتكف في ذلك المسجد، ونقول في الجمعة يبقى بنخرج إلى المسجد الجامع لصلاة الجمعة ثم نعود، يبقى دعت الحاجة والضرورة، لأن المعتكف جاز له أن يخرج إن كان هناك حاجة وضرورة إلى ذلك. يبقى ممكن أساسا الاعتكاف يتم في مسجد تقام فيه الجماعات حتى لو لم تقام فيه الجمعة، ولكن نقول الأفضل والأولى أن احنا نختار مسجد تقام فيه الجمعة حتى لا نحتاج إلى الخروج، حتى لا نحتاج إلى الخروج. ولكن لو اعتكفنا في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة فقط يبقى جاز ذلك الأمر، وفي يوم الجمعة بنخرج إلى المسجد الجامع كحاجة وضرورة ثم نعود بعد قضاء تلك الحاجة والضرورة. ده يعني أساسا غالب كلام العلماء. والبعض قال
إنه لا يجوز الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي. البعض قال الاعتكاف لا يصح إلا في هذه المساجد فقط، لا يصح إلا في هذه المساجد، لكن نقول الأمر أوسع من ذلك، يبقى ولا تبشرون أنتم عاكفون في المساجد بصفة عامة، يبقى المساجد هنا نقول على كل مكان اقتطع ذلك المكان حتى نمارس فيه هذه العبادات، يبقى يصح أي مسجد طالما بتقام فيه الجماعات، حتى لو لم تقام فيه الجمعة، وإن في يوم الجمعة بنخرج إلى المسجد الجامع صلي فيه، ولكن نقول الأولى هو أن احنا نختار مسجد تقام فيه الجمعة ابتداء. لكن لو اعتكفنا مسجد لا تقام فيه الجمعة، يبقى نقول عند ذلك لا حرج ان احنا نخرج يوم الجمعة، لان دي حاجة وضرورة، كما سنذكر ذي الله سبحانه وتعالى على جواز خروج المعتكف من المسجد لحاجته. قال ابو هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. احنا عندنا دايما قضية ان احنا دايما نقول الله مع كبر السن نقلل الطاعات، مع كبر السن كده نقلل الطاعات، نقول لا، المسألة دي نقول عكسية، ده احنا مع تقدم السن لابد ان احنا نزداد من الطاعات، وهذا ايضا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فكما يقول ابو هريرة رضي الله عنه فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، يقول في ذلك لانه علم انقضاء الاجل فاراد ان يستكثر من الاعمال الصالحة، قال تشريعا لأمتي أن يجتهدوا في العمل إذا بلغوا أقصى العمر ليلقوا الله تعالى على خير أعمالهم، ولأنه صلى الله عليه وسلم اعتاد من جبريل عليه السلام أن يعرضه بالقرآن في كل عام مرة واحدة، فلما عرضه في العام الأخير مرتين اعتكف فيه مثل ما كان يعتكف. شو عشان عرض القرآن مرتين يعتكف كده؟ لكن ده زيادة الأعمال مع زيادة العمر، كما بوب لذلك الإمام النووي رحمه الله، يعني دايما احنا مع زيادة العمر ممكن بتقل الطاعات، هو جهد الانسان بيقل لا شك في ذلك، لكن لابد ان احنا نزود الطاعات، قلنا ما ننقطعش عن طاعة، قلنا لان طبعا الحال الموصوف من حال النبي صلى الله عليه وسلم انه ما انشأ طاعة الا وداوم عليها، اي طاعة كان بينشئها كان بيثبت تلك الطاعة، كان يداوم عليها، يبقى مع تقدم العمر الطاعات بتزداد، يبقى كان يزود من الطاعات، وبالتالي يبقى معنى كده مع زيادة العمر زيادة الطاعات، مش مع زيادة العمر انقطاعنا الطاعات، لا، يبقى نجد ان نستكثر من فعل الاعمال الصالحة، لان كلما تقدم العمر كلما كان يقين الانسان بالموت، قلنا كل ما بتقدم لحظة من لحظات كده احنا بيبقى يقيننا بالموت طبعا اكد عن اللحظة السابقة، فبنحتاج انما الاعمال والخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا عندنا اساسا يعني روايات تحفز الانسان على ان يستكثر بالاعمال الصالحه، يقول لك واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. هنجد كل دي ايات بتحث الانسان انك انت تنتبه الى خط النهايه، تنتبه الى نهايه العمر، وبالتالي نستكثر من الاعمال الصالحه، نستكثر من الاعمال الصالحه. يبقى كل ما تقدم العمر كل ما كانت طاعات الانسان تكون اكثر، يبقى ما نقولش ما دي مسألة عكسية، قلنا على الرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال اغتنم 5 قبل 5 من الشباب قبل الهرم، يبقى قبل الشباب قبل كبر الإنسان، قلنا لأن الكبر ممكن يعجز عن أعمال كان يستطيع أو كان يقوم بها حال الشباب، احتاج إلى قوة مثل بدنية أو غير ذلك، فنقول قد يعجز عند الكبر، لكن نقول برضك أن المسألة دي يبقى ناخد بالنا نستكثر من الأعمال الصالحة مع زيادة العمر، كما بوب لذلك الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين زيادة الطاعات مع زيادة العمر، واستند إلى الرواية المذكورة عن عائشة رضي الله عنها، لما قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدع في ركوع أو سجود أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي بعدما أنزلت عليه تلك السورة إذا جاء نصر الله والفتح، فقال كان يتأول القرآن كما تقول عائشة، يعني كان بيترجم فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا، يبقى لازم يبقى فيها التسبيح، يبقى كان بيتأول الآيات معناها الآية ايه المطلوب منها الأمر فيها ايه، فكان يمتثل ذلك الشيء، طبعا الوحي كان بيزداد مع نهاية العمر، وبالتالي يبقى المطالب كانت بتكثر، فكان بيستزيد من الطاعات مع زيادة العمر. على الرغم ان احنا نقول والله الانسان بقى كأنه يرتاح، نقول لك لا، دي الراحة أساسا، من طلب الراحة ترك الراحة
كما بينا قبل ذلك، وإحنا إن كل إنسان على يقين أكثر من اللحظة الفائتة أننا على يقين من الاقتراب من الموت، يبقى الأمر محتاج إيه؟ نقول لما نشوف خط النهاية كده يبقى نجد أن نقول والله السباق يبقى لابد أن يكون على أشد صورة من الصور، ولا لأن خط النهاية ظهر، فكذلك الإنسان يبقى شايف خط النهاية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قلنا كل دي آيات أو روايات تحفز الإنسان على ملازمة الطاعة والاستكثار من الطاعة، وإياك الانقطاع عن الطاعة. قلنا لأن يعني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينشئ طاعة إلا وكان يداوم عليها لا ينقطع عنها. قلنا مع مرور الأيام كان طاعات بتنشأ أهي وبالتالي يداوم عليها، بتزداد الطاعات عند النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان العام الذي توفي فيه اعتكف 20 يوما، يستزيد الإنسان من الأعمال الصالحة. يبقى نحاول نحن نستزيد دايما الأعمال الصالحة، يبقى نقول إن منسوب العمل الصالح في ارتفاع دوما، يبقى منسوب العمل الصالح ده يكون في ارتفاع دائم، يعني نقول ما فيش مجال أبدا إن منسوب العمل الصالح نقول إن هو أساسا المؤشر ينقفض، لا، المؤشر يكون إلى أعلى دوما إلى أعلى. وإن المسألة هي محتاجة إلى ترويض النفس، إن إحنا إزاي نعالج النفس بحيث إن إحنا ما فيش طاعة نفعلها إلا ونثبت هذه الطاعة، إلا وإن إحنا نستمر على نستديم عليها. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تحفيز للقوم، قال أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فليس العبرة بالكثرة والقلة ولكن باستدامة العمل، الاستدامة إزاي إن إحنا ندوم على العمل ونستمر على العمل. فأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، يبقى نبدأ العمل كده حتى لو كانت البداية نقول هي بداية كده في الظاهر أنها ضعيفة، ولكن دي بداية إنشاء قلنا عشان نستمر عليها حتى يكون هناك نوع من أنواع ترويض النفس، حتى لا يأتي زمن من الأزمنة أو وقت من الأوقات ننقطع عن تلك الطاعة. قلنا وإلا كانت فيها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى زيادة طاعات مع زيادة العمر والاستزادة بالأعمال الصالحة. قلنا لأن يبقى منسوب الأعمال الصالحة يكون دوما في رقي، قلنا منسوب الأعمال الصالحة ده أيضا في توازن مع المنسوب الإيماني، قلنا اللي بيدفعك لكده الوقود المحرك للإنسان دائما المنسوب الإيماني. كل ما يزداد عمر الإنسان كل ما بيزداد كده، يبقى عمرنا يوم يبقى بنزداد نقول الطاعات، نقول أولا يزداد الإيمان وبالتالي تزداد معها الطاعات، في تلازم دائما ما بين الإيمان والعمل الصالح. قلنا في حافز، إيه الحافز اللي هو بيدفعك أنك أنت تستمر على العمل، تستمر على الصلاة، تستمر على الصيام، تستمر على قراءة القرآن، لازم يبقى في حافز عند الإنسان، حافز. لذلك دائما حب النبي أن لابد أن احنا نقف دوما على فضائل أي عمل من الأعمال احنا بنقوم به. لما نيجي نقول والله نقوم بالصلاة، أقف كده على فضائل الصلاة، كل دي بتبقى عبارة عن حوافز للإنسان، حوافز تدفع الإنسان الاستمرارية. وقف على فضائل الطهور، وقف على فضائل الصيام، وقف على فضائل الصدقة، أي طاعة من الطاعات هتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا فضائل هذا العمل. قلنا لماذا؟ قلنا عشان نستمر، دي حافز. يبقى نقول فضائل الطهور كده، فضائل الوضوء، يبقى نجد أن هي فيها فضائل عظيمة، وبالتالي الإنسان كل ما فيه نوع من أنواع الكسل أو الخمول نجد أن الرواية دي لما تظهر أمام عيوننا هنجد أن احنا ندافع اندفاعا حتى نأتي بتلك العبادة. مفيش وقت للتقصير ومفيش وقت للغفلة، وإن خاصة لما بنشوف المنن إن فاتت منا الطاعة فات منا الثواب جزيل، نقول عند ذلك لا، العمل محتاج أو الطريق محتاج إلى تحصيل الإنسان لذلك الزاد، فنستكثر من الأعمال الصالحة. يا ترى إمتى يأتينا الموت؟ والله يأتينا بغدة كما قال ربنا سبحانه وتعالى، وإنما الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عملك بالخواتيم. لذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه اذا اصيب بمرض كان بيندم، يعني كان يقول عن نفسه ان اللحظه السابقه كان في غفله عن الطاعه. عبد الله بن مسعود يعني ما نظنش لما يقول الكلام دوت يبقى في غفله ان احنا نفسرها كما نرى، لا، يعني كان كانه عنده يعني بعض اللحظات كان ممكن يعمرها ولكنه كسر عنها، كانه كسر عنها، لكن ده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه. فكان يعني يخشى، قلنا لأن الإنسان لما بينقطع عن عمل لعذر بيجري له ثواب الأعمال، يبقى لو كان الإنسان بيقوم الليل وانقطع عن قيام الليل لعذر من الأعذار يبقى عند ذلك نجد أنه حيجري له ذلك الثواب. أي عمل كان بيفعله إنسان ثم ورد العذر للمنع فحنجد أنه يكتب له الثواب. عشان كده لو إنسان أصيب بمرض يقول لك كل الأعمال اللي أنت كنت بتداوم عليها ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك ثواب هذه الأعمال.
فعشان كده الإنسان يجتهد، ما نعلمش إمتى ممكن ينقطع الإنسان عن العمل، وممكن ينقطع في الدنيا، قلنا كنتيجة عجز يصاب الإنسان بعجز، نوع من أنواع الشلل وغير ذلك، كان بيقوى على إعانة الآخرين أو بيقوى على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، نقول والله عند ذلك أصيب بالخرس أو غير ذلك، يبقى هيجري له ذلك العمل، لولا ذلك العذر لأتم ذلك العمل. فعشان كده الأمر محتاج إلى نوع من أنواع الاجتهاد، وفيش نوع من أنواع الغفلة أو الكسل، قلنا لأن الكسل ده تعود مضرته على الإنسان، يعني مضرة الكسل دي تعود على الإنسان. وإياك وإنك أنت تطلب الراحة في غير طلب الآخرة، الراحة الحقيقية بتاعتنا إن إحنا نطلب الآخرة، وبالتالي رؤية الإنسان للآخرة بتبقى عامل وحافز إن إحنا نستمر ونستديم على فعل الأعمال الصالحة حتى نصل إلى الدرجات. ثم بينتقل بعد ذلك في كلامه إلى باب آخر، وباب المعتكف يدخل البيت لحاجته. قال باب المعتكف يدخل البيت لحاجته. ثم ذكر رواية عن عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله. كانت عائشة بتبقى في بيتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل رأسه إلى حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائض، وكانت في بيتها، فكان يدخل رأسه إلى عائشة حتى ترجلها، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إنسان. عشان يدخل يبقى لحاجة إنسان، من بول غائط أو اغتسال مثلا أو غير ذلك. قالت أيضا في رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكف في المسجد فيناولني رأسه من خلل الحجرة فأغسل رأسه وقال مسدد فأرجله وأنا حائض. تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون معتكفا في المسجد فيناولني رأسه من خلل الحجرة فأغسل رأسه وقال مسدد فأرجله وأنا حائض. ثم ذكر أيضا رواية عن صفية رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيت أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلا من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي، قال سبحان الله يا رسول الله، قال الشيطان يجري الإنسان مجرى الدم فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. قال في رواية حتى إذا كان عند باب المسجد الذي عند باب أم سلمة مر بهما رجلان وساق المعنى. فهذه رواية تذكر صفية رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيت أزوره ليلا، يبقى جات عشان تزور النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني، يبقى خرجه من أجل أن يوصل صفية رضي الله عنها إلى منزلها، يبقى دي حاجة دعت إلى ذلك. نعم، قلنا على الرغم من الطريق مثلا نقول آمن دي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حتى لا يكون نوع من أنواع الريبة عند ذلك قام ليقلبها إلى بيتها، فده خرج هنا أيضا هذه حاجة من الحاجات المعتبرة كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قالت وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد فأرى رجلا من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع الخطى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي، قال سبحان الله رسول الله، يعني ما فيش شك أبدا ممكن يقع في قلوبهم هذا والنبي صلى الله عليه وسلم، فقال الشيطان يجري بالإنسان مجرى الدم فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. يبقى نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحافظ أساسا، يعني حتى لا يكون هناك منفذ للشيطان يسلك من خلال ذلك المنفذ إلى قلوب القوم، وبالتالي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف ندفع الشر عن الآخرين، إزاي نحن ندفع الشر عن الآخرين، قلنا ده هو والله يقول بيظن ظن السوء وبالتالي ينقلب عليه ذلك الأمر، لا، نقول يعني الإيمان والإسلام بيدفع الإنسان أنك أنت كيف تزيل أي سبيل من سبل التي يتسلل منها الشيطان إلى قلب أخيك، تزيل ذلك الأمر، وبالتالي مطلوب الإنسان ألا يعني يقع في موطن أو يوجد في موطن من مواطن الشبه، يوجد في موطن من مواطن الشبه. ولكن أيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف ندفع هذه الشر ليس عن نفس فقط ولكن عن الآخرين. فتقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، يبقى كان يدخل رأسه كده
إلى حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائض، وكانت تقوم بترجيل شعر النبي صلى الله عليه وسلم. قالت وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، حاجة بقى من الحاجات الضرورية، سواء كان يعني قضاء حاجة وقلنا والله المكان غير مهيأ مثلا وأراد قضاء الحاجة، فجاز لا أن يخرج، جاز أنه يخرج للطعام حتى يجلب الطعام إن لم يكن هناك من يجلب له الطعام. قلنا كذلك أيضا يعني يحتاج الإنسان إلى الاغتسال، تقول والله المسجد غير معد لذلك، غير معد لذلك، أو يخشى على نفسه المرض، فعند ذلك لو خرج يخرج لحاجة. والإنسان دايما كده بيكون أمين على دينه، يعني الإنسان كده يكون أمين على دينه. قلنا هذه علاقة بين الإنسان وبين ربه سبحانه وتعالى، علاقة بين الإنسان وبين ربه سبحانه وتعالى. قلنا ممكن الإنسان يخرج، قلنا الظاهر كده أن هي لحاجة، ولكن هو ما خرج إلا لهوى النفس. دايما نخلي بالنا كده، نقول القلب كده، نضع القلب دايما يعني أمام العينين، وأنا دايما أدقق في قلبي، أدقق، يبقى نقول الله دي أمور ممكن تكون مخفية عن الناس، ولكن هذا في علاقة العبد بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. نخرج لحاجة، لحاجة حاجة معتبرة من جهة الشارع، ممكن الإنسان يبقى يقول هو بيخرج لحاجة وده الظاهر، ولكن نقول هو ما خرج إلا لهوى النفس، ما خرج إلا لهوى النفس. عشان كده دقق دايما النظر في القلب، وإنما أيسر دايما المبررات، يعني المبرر ده دايما ميسور، ولكن إياك والمكر بالنفس، إياك وتغيير النفس، يعني ولا يحيق المكر السيء إلا بأهلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ففي لحظات كده الإنسان بيحاول يبقى نوع من أنواع إقناع النفس، إقناع النفس إن هو مثلا دي حاجة ودي ضرورة، وبالتالي بيحاول إقناع النفس، لكن نقول يعني يا ترى أنت صادق فيما تقول؟ يعني دايما كده أنظر إلى عيوب النفس وآفات النفس، أنظر دايما إلى عيوب النفس وآفات النفس، ودايما لابد من اتهام النفس، لابد من اتهام. إياك وإحسان الظن بنفسك، ولكن الأصل أنك أنت تسيء الظن بنفسك، إن كان هناك إحسان ظن فيكون إحسان ظن العبد بربه سبحانه وتعالى، لكن إساءة الظن بالنفس. الله تعالى كما قال إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، خلي بالك كده النفس ممكن يعني نأتي مرارات وأعذار، هي أعذار وهي، هي شكلها كده كأنها أعذار لكنها أعذار وهي، ليس لها نسبة إلى الحقيقة. فإياك واتباع الهوى، صورة من صور اتباع الهوى. فتقول عائشة رضي الله عنها وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، يبقى حاجة فعلا يعني لا تقضى إلا بهذا السبيل، لا تقضى إلا بهذا السبيل. ودايما اعلم أنك أمين على ذلك الدين، أنت أمين على الدين، أمين على ذلك الدين، فكن أمينا فعلا في أداء ذلك الأمر، كن أمينا في ذلك الأمر. وإياك وتخوين النفس، يعني إياك وتخوين النفس. فلذلك قالت لا يدخل البيت إلا لحاجة إنسان، ولذلك قال فقال يدخل لحاجة الإنسان، وكما تقول أيضا في الرواية الأخرى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون معتكفا في المسجد، يبقى اعتكاف في المسجد، فيناولني رأسه من خلل الحجرة فأغسل رأسه، تقوم بغسل رأسه وبعد كده ترجله، وأنا حائض، وأنا حائض، يبقى نقول إن يعني وكأنها تقدم العذر، لا تستطيع يعني تدخل إلى المسجد. صفية رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تزور النبي في المسجد أساسا، ولكن كأن عائشة رضي الله عنها تقدم أنها سبب دخلتش المسجد أنها حائض، ده صورة من الصور. وكذلك كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف يكون ملاطفة المرأة خاصة حال الحيض، إزاي الرجل يلاطف المرأة خاصة حال الحيض، قلنا لأن المرأة كده نقول يعني بتصاب بنوع من أنواع يعني كأنها الهزيمة النفسية، قلنا كإصابتها بذلك الحيض وكأنها غير مرغوب فيها، وعلى ذلك نجد الرجل يلاطف المرأة في ذلك الحال، يلاطف المرأة في ذلك الحال. وده ذكرناه قبل ذلك، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتمس الموضع الذي شربت منه عائشة حتى يشرب من نفس الموضع. قلنا دي أمور بسيطة جدا، يعني الأمور دي كلها أمور بسيطة، قلنا ساعات الإنسان بيعتذر بعدم فعل هذه الأمور، قلنا الله لأنه كبر في السن، ونقوله لأن المشاغل والمهام كثيرة، نقول مش ممكن يكون في مشاغل أكثر من مشاغل النبي صلى الله عليه وسلم، ده دين، ده دعوة، ده وحي، ده وحي وتبليغ الوحي للناس، ومش ممكن أبدا نجد أن فيه ممكن إنسان ينشغل كانشغال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما كانت تفوت هذه الأشياء أبدا. قلنا أشياء إحنا نراها كده أشياء بسيطة، إحنا قد نرى الأشياء دي أشياء تافهة، يعني أشياء تافهة مش هنهتم إحنا بالحاجات دهيت،
لكن نقول ده الشرع، دي السنة، يعني هكذا تعلمنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يكون الاتباع، هكذا يكون الاتباع. قلنا ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم ورضاهم، ولذلك عائشة رضي الله عنها تنقل لنا ذلك الكلام، يعني كانت تشرب وهي حائض، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس موضع في عائشة من على الكوب عشان يشرب من نفس الموضع. قلنا طبعا ما فيش شك ان ده ادخال بهجة وسرور وفرحة على المرأة، فطبعا ده ادخال البهجة والسرور والفرح على المسلم، دي طاعة وقربة الى الله تبارك وتعالى. قلنا في ميدان كده للعمل، وميدان يتكسب منه انسان يعني ذلك الثواب، لكن ممكن غفلة، باب من ابواب الغفلة، تقول مع طول المدة والحياة الزوجية ممكن بيغفل الانسان عن ذلك الامر. خلاص نقول احنا كبرنا على الافعال دي، كبرنا، نقول لك والله ده انت مفهوم قاصر، ده مفهوم قاصر، احنا هنكبر على العبادات، دي عبادات كلها، دي كل دي عبادات، هنكبر على العبادة ولا انا ممكن اقلل من شأن عبادة؟ العبادات دي عبادات، كما بينا قبل ذلك ان الانسان المسلم العاقل مش ممكن يمر على حسنة ولا يلتقط تلك الحسنة، مش ممكن ابدا يعني يلتقط تلك الحسنة، نقول لا مش ممكن حسنة، قلنا يثقل بها الميزان، فده ميدان عمل ممارسات ايمانية، دي تعبد للرب سبحانه وتعالى. يبقى ادخال نقول بهجة وسرور وفرح على المرأة بأي صورة من الصور، قلنا على الرغم ان هي افعال غير مكلفة للانسان، افعال دي غير مكلفة، لكن هي عايزة بس انك انت اساسا تدقق النظر شوية، انك انت فعلا يعني تدقق النظر في افعال النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى خلق الانسان افعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك ادي نقول كان يتلطف مع امرأته، قلنا خاصة تلطف الرجل مع امرأته حال الحيض، ان حال الحيض بتسبب ممكن كده يعني نقول بنوع من انواع كأنها المرض النفسي، يعني نقول بيبقى عندها كآبة من الانقطاع عن الطاعة وإلى غير ذلك، فتظن المرأة أنها غير مرغوب فيها، لا ده كان يعني يظهر هذه الرغبة في المرأة كما بينا، وكيف كان يباشر المرأة حال الحيض، المرأة أن تتزل ثم يباشرها، قلنا كل دي أساسا إدخال سرور وبهجة على قلب هذه المرأة. وبالإضافة أيضا نحن يعني دي ممارسات تعبدية، فنتعلم كيف نتعبد الرب سبحانه وتعالى، قلنا ميدان فسيح وميدان مفتوح أمام الإنسان، ونقول الميدان في ملك يمين الإنسان، في ملك اليمين، طب يا ترى ليه ما فعلوش، ليه أغفل عنه، يعني ليه أغفل عنه، قلنا معناها طاعات نلتقط من خلالها ذلك الثواب. قلنا حتى اللقمة يرفع رجل فيه امرأته يحتسبها له صدق كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تذكر بعد ذلك يذكر الرواية المذكورة عن صفية رضي الله عنها، وكيف أنها أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في اعتكافه لكي تزوره، لكي دي زيارة، والله أنا معتكف ما تجيش خالص هنا، لا أبدا، لجت تزوره صفية رضي الله عنها، ومكث معها جانب الوقت يحدثها، فعلى ذلك ثم قام حتى يقلبها إلى مكانها، وصل إلى المكان بتاعها، ثم يعود بعد ذلك. قلنا مسائل بسيطة، العبادة يعني فيها مرونة، السنة فيها مرونة، قلنا ممكن الإنسان يعرف الحكم لكن لو لم يعلم كيف يكون التطبيق هيبقى في نوع من أنواع الجمود، ولكن نجد المرونة كلها في تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. فنتعلمش السنة فقط لكن ننظر إلى طريقة الأداء، يعني ناخد بالنا دايما كيف أدى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، دي قضية الاتباع، مش أنا بعرف السنة فقط، أقول لك سنة النبي مثلا، سنة النبي صلى الله عليه وسلم السواك، يبقى عرفنا السواك ده سنة، طب طريقة الأداء، ما هو كان طالما سنة يبقى كان في أداء، طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا دي السنة هو يبقى فيها أداء، طب الأداء إزاي، كيف كان يستاك، يبقى ده الأداء. فإحنا ما نسألش عن سنة فقط ولكن ونسأل أيضا عن الأداء، أن أداء النبي حتى نؤدي هذا الأمر كأداء النبي صلى الله عليه وسلم، ونرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الرواية المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.